السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاب أقول لكم متابعي قناة ليت جيمز وكل الأشياء قلعة جعلكم فيديو جديد قناة لعبة مودرن وارشيب. أول اختبار أنه بالحدث الجديد للقطع يا شباب راح يكون مع سفينة الحدث الرئيسية المدفوعة واللي يصل تخفيضها لـ40 دولار بعد ما تكمل الحدث بشكل كامل. هل تستحق هذه السفينة أن تكون بـ40 دولار أم لا؟ راح نختبرها ونشوف إمكانياتها بهذا المقطع إن شاء الله. فلكن المشاركة جدا مهمة، وشوف فيديو قبل ما تشترون يا شباب، حتى لا مثلا تكون ضعيفة او ما بيها امكانيات تشتروها تقول احنا تورطنا. على العموم يا شباب خلينا نجي لمواصفات السفينة SBS سمارت 8000 المدمرة الاسبانية الجديدة، وكلام الشركة تقول مدمرة ثقيلة. تمام، نجي لمواصفات هذه هي المدمرة. بها طيارتين هليكوبتر يقول لك استطلاعية مكافحة جميع انواع التهديدات وشبح ثقيلة. اوكي مدمرة شبح ثقيلة زين. بدنها 455 ألف. شوفون طبعا مع السكن العربي يا شباب، شوفون السكن هنا، سكن هنا مال الأهرامات، جمالية السكن جدا رائعة. تشوفون الرمال على السفينة وتغير اللون بالقطعة رهيب. 31 السرعة، سرعة عالية مع 12 مناورة. السماعة في بدن السفينة مناورة السرعة يكون صح أم مو صح ما أدري، بس لازم نجربها. الرادار 10 كيلومتر، سونار 2.4. طبعا يا شباب تمتلك صاروخ من نوع 35 ام ترايفينج. هذا الصاروخ مغلق ويطلق اطلاقتين، يعني عندنا اربع صواريخ. بدن مالته 70، الضرر للصاروخ الواحد 28 ألف، يعني تقريبا يجيب لنا 100 ألف الدمج الكامل باربع صواريخ فقط. هذني بريلود اقل من 9 ثانية، 8.5 ثانية، ومدى 11.2 كيلومتر. حلوين حلوين. نجي على مواصفات الصاروخ، مضاد للسفن، اسرع من الصوت ووقت التطوير. اوكي الماني، اوب 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 شنو هاي؟ الماني لو نرويجي، نرويجي هلا قمت تضرب الوان عينك ليث. اوكي مع صاروخ المتغيرات، صاروخ المتغيرات انا حطيت اتامكا، راح يسدي 4x4 سبام صواريخ مزعج لاي سفينه. مدفع مغلق ليوناردو امراج، يعني مدفع كهربائي، اتوقع ليوناردو هو ايطالي، ايطالي. مقذوفات عاليه القوه مع احداث اضرار بالمنطقه، يعني هذا المدفع يسوي ضرر محيطه ايضا. نموذج اول المدفع كهرومغناطيسي ايطالي عيار 127 ملم. مدفع راح يكون ممتاز. الضرر للضربة الواحدة 17550، يطلق اطلاقتين، يعني تقريبا يا شباب 35 ألف او اكثر شوي يجيب لنا دمج. الريلود مالته 6.3 ثانية، ريلود سريع، مدى عالي جدا ب 17 ثانية. حلوين حلوين يا شباب. التوربيد انا ما خليته قدامكم عفت سلوت، بس راح اسوي هسه حتى نكمل تشكيلتنا راح نحط التوربيد شنو النووي. ثبت ليث، ليش انا عفت التوربيد حتى اشوفكم ان التوربيد هو ثابت سلوت الايطالي. تمام، التوربيد هو ثابت سلوت الايطالي. هنا انتو اذا تجون التوربيدات بالتحديد للناس اللي ما عندها النووي، عندكم شوفوا اختيارات متعدده. التوربيد يكافح الغواصات، هي ما بيها راجمه. اذا كان عندكم ارت كوين تقدرون تشترون تايجر شارك حيكون ممتاز. ما عندكم ارت كوين شدات، اما تايب 12 او بلاك شارك. وين بلاك شارك؟ بلاك شارك بلاك شارك، هذا بلاك شارك. عندك ذهب جيب التايب 89، بس حتى تسوي سبام بما انه اكس 2 حط لك بلاك شارك او تايب حتى يطلع لك جيد اربع توربيدات. المروحيات انا حطيت بانستبل دراجون هجوميه وشينوك دفاعيه. مدفع الاوتو حطيت 2 سيجما. تمام، نجي للدفاع الجوي. فالدفاع الجوي مغلق وما متغير، 6 دفاعات جويه سيمباد، دفاعات فرنسيه جويه كاتب لك انها قصيره المدى صاروخيه. بس اجي مواصفات الضرر مالتها 390 مع سرعه الصاروخ 272 مع ريلود اقل من 3 ثانية مع مدى 3.6 كيلومتر. مدى جيد، مدى جيد، بس النظام الصاروخي هنا راح يكون مزعج باعتبار 6 اطلاقات بي. هذه هي مواصفات القطعة بشكل كامل. الان الى الاونلاين حتى نحكم عليها. اوكي يا اصدقائي، ادم حامل، ادنى حاملة، كاتوري كاتوري،
اشوف السرعة، السرعة حلوة، حلو، المناورة جيدة، حلو حلو، سرعة مناورة. كنت اتأمل يا شباب يكون بيها راجمة حتى تكون متكاملة، بما انه هي مدفوعة، مدفوعة والضربة 26,000. أهلا الصواريخ، خذ أبو الحمد، هذا جاب من هنا منه. لا 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 بس المفروض شوفوا ايش ملاحظ الشباب، السفينة تفجرت الكاتوري، المفروض الدرون يظل يشتغل، المفروض الدرون يظل يشتغل ما يتفجر، مو صحيح حتى يستخدم استخدام ثاني. انا دمي انطحن، انطحن دمي رغم انه جبت اعلى الدمج، بس دمي راح. طبعا قدم وارجع، كلاتي فك عيوني يا عمي، كلات ابو الشباب صديقي، ابو الشباب كلات. طيب جيم ثاني. اوكي يا شباب، الجولة الثانية خلينا بحدث المرافقة حتى نعطيها اختبار اصعب، انتو راح يكون اشتباكات كبيرة هنا. زين حلوين، عندنا احنا ندافع تمام، بانستبل فرقاضة جديدة هذا عنده، زين حلوين جدا حلوين، لازم تكون امكانياتنا عالية وتركيزنا عالي. هذا راح يكون كلوز فايت وياي، تعالوا الفارياج ولد، صيم ابو الفارياش، صيم وضعك. مقلج مقلج، مقلج مقلج، هذا مقلج، وضعه ما يسر، وضعنا ما يسر. خلينا نشوف هذا وضعه شنو، هذا موت اخي، موت اخيك، حتى هذا الجيم ما حصل كل، حتى هذا الجيم ابو الفارياج ممكن تموت اخي، رحمه الاهلك، بس بطلنا الجلتش مالتك.
شركة شلون هي الجلتشات؟ تعال اطلق صواريخ هنا. انا ما باقي الاشي هذا، هم كتلو هذا بقى من هذا عندنا من جديد ابو الفريق. اوكي حلو حلو حلو، حصلنا حصلنا. فك عيوني راح اخيرا اخيرا. ولا الدفاعات خطير. ويلي يا بنور ارجع ليه تنسحب ليه تنسحب ليه تنسحب ليه تنسحب ليه تنسحب ليه. حلو بالانطلاقيات مال السرعة مالتها، هاي الشغلة حلوة بيها. استغل الفرصة. اشتبك مدفع قد يكون احنا ما بيها، المدفع مالتها مميز جدا مميز جدا. حلوين راح نقدر ذاكه 8,700,000 شيء جميل. اهربوا لا ما اقدر خلاص، هذه ضربة اذا جتني. الروح راح يا رجال سنطح. عبي دم عبي دم عبي دم عبي دم. فوز مجموعة الصواريخ. اوبو حلوين. السلام عليكم برغانس. سرعة عالية من الصواريخ الرئيسية مالته كلش. والي الانقضاض، شنو هذا الانقضاض من هاي الصواريخ؟ بس يلا انتبهت. الله ماكوش انقضاض يا ساتر. نطحها عافية، شغل خاصية الثور اللي بداخلك. تعال بالغواصة تحت اقلقنا. لا صد انقضاض مرعب. شو 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 حلو. دعاني ابو الفريج. وول وول ولي القوة. هسه ما ادري
نوعا ما احس هو مو بمشكلة بدها، حتى ما اقول مشكلة، بس احسه ضعيف بدنها، احسه ضعيف مطحنة، هاي حرفيا مطحنة. ماكو انقضاضات ضيم، يعني فرق بين اتامكم ومن هذا الصاروخ فرق شاسع، قوة الانقضاض. اطلعوا هنا. جيبه سلم لي، نطح عافية عافية ابوي عافية. جيبه خوشن هاي، لا زالت المعركة مستمرة، الضيم مستمر، والولي النصر 6,175,000 مع 6 كلات مع 8 اسيست ومرة واحدة متت. واو هنا القطعة واو صارت بهذا الحدث بالاختبار الطاحن، اثبتت قوة كبيرة. ناقصها شي واحد حتى اقول عليها فول اوبشن، الراجمة لو اكس 2 فول اوبشن. رأيكم بالقطعة وهل تستحق أم لا؟ ناخذ رأيكم بالبداية وبعدين نشوف الشركة نزل شيء قوي أفضل من ريدم، أفضل من جاك لوكاس، أفضل من الروكس الكورية أم لا. برأيي القطعة جيدة، لكن استحقاقها أخلي لكم أنتم المتابعين تحددوا هذا الأمر. وفي أمان الله.